وزارة التعليم العالي أطلقت أول رحلة طلابية لعدد من طلاب الجامعات المصرية لزيارة مدينة العلمين الجديدة عشان يشاركوا في مهرجان العلمين، وده طبعا الهدف منه القيام بعدد من الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية، وده بالتعاون ما بين الوزارة والشركة المتحدة المنظمة طبعا لهذا المهرجان. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن أهمية وجود أنشطة طلابية في مهرجان العلمين والتعريف بالمهرجان وكل اللي بيحصل فيه على الأرض، وإزاي الطلاب دول ممكن يضيفوا طاقة جديدة شبابية لمهرجان العلمين. برحب بحضرتك دكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور. ايه فكره الانشطه الطلابيه وازاي نودي شباب الجامعات لمهرجان العالمين؟ الاول انا بشكركم على التغطيه الرائعه دي، انا مستمتع بصراحه بالبرنامج، وخصوصا في مدينه جميله جدا اسمها العالمين. انا بدعو كل الناس اللي ما جوش العالمين قبل كده، وخصوصا في توقيت المهرجان لغايه 31/8، ان هم يجوا يشوفوا الابداعات على الارض الجميله دي. احنا عندنا مشاركة من جميع شباب الجامعات المصرية، يمكن احنا بادئين السنة دي هي المرة الثانية المهرجان زي ما حضرتك عارفين، ولكن دي أول مرة بنشارك فيها كجامعات مصرية. احنا جامعات مصرية بتنقسم لحكومية، أهلية، تكنولوجية وخاصة ودولية، كل ولادنا موجودين. الفكرة كلها إن ولادنا ينمو النشاط ويطلعوا الإبداعات بتاعتهم في شتى المجالات اللي هم بيحبوها، حتى إن كان غير متخصص فيها. هديكوا أمثلة، يعني عندنا مثلا النهارده في 6 جامعات الاسبوع ده موجودين، هيكرر الموضوع ده اسبوعيا مع جامعات مختلفه في مصر. بييجوا يمارسوا انشطه سواء رياضيه، بيلعبوا كره طايره، بوليفول على الشاطئ، او بيلعبوا كره خماسيه، او ولادنا الفنانين الجمال، وما اقصدش بيهم المتخصصين، مش خريجين بس كليه فنون جميله ولا حتى تربيه فنيه او تربيه معينه، ولكن حتى من غير المتخصصين هم قاعدين في مجموعات بيبدعوا سواء بالتصوير الزيتي او الرسم او حتى للحاجات الاشغال اليدويه الجميله. قضيه زوار المنطقه كلهم قاعدين مستفيدين، حواليهم مجموعه الفنانين اللي بيتفرجوا بيعملوا. عندك كمان فن، في عندنا الدكتوراه الفن بيشارك الدكتوراه دي، انا الدكتوراه ده بالمناسبه هو طالع اول ابداع السنه دي. مش كده وبس، احنا عندنا كل الجامعه في مصر فيها الدكتوراه المتميز. بالمناسبه كمان يمكن الساده المشاهدين عارفين ان في خط رئيس الجمهوريه لما يبقى موجود في اي حفله بيحب يستمتع بالقران للجامعه، فاحنا كل جامعه في مصر ليها قران متميز. قد ايه حلو جدا ان احنا نشتغل على بناء الانسان، وقد ايه حلو كتير ان كل ولادنا من الجامعات تيجي يشوفوا هذه الانجازات. ولادنا مبهورين باللي هم شايفين على ارض مصر تطور، شايفين مصر متطوره جدا، شايفين فيها حاجات كثيره فعلا بتخدمهم، ودي زي حاجات كثيره عن التطالب. انا بشوف قد ايه الناس بتتعب في الحاجه دي، قد ايه مصر فعلا متقدمه. مش زي ما ممكن في وسائل طبعا سوشيال ميديا كتير ممكن تبقى سلبيه بتاثر على ناس كتير، فلما اجي اشوف بنفسي كطالب قد ايه اقتنع انتمائي للبلد دي. بناء الانسان هو مشكلتنا او هدفنا الاساسي، فبالتالي بيديني كل الفرص. وطبعا وهيتكلم كمان زي ما حضرتك قلت، هيتكلم عن اللي شافه بعينيه. طيب هو مهم جدا مشاركه الطلاب طبعا، وانهم يعرفوا ايه اللي بيحصل بالفعل على ارض مدينه العلمين الجديده، وانهم يشاركوا في الانشطه المختلفه التوعويه والترفيهيه والتنمويه، لكن جانب اخر هو الاستفاده من يعني افكار الطلاب اللي دايما بيكون عندهم افكار مختلفه ومتميزه. بالظبط، احنا يمكن لو هاخد على سبيل المثال الافكار الخاصه بالعالمين من حيث الفن، الناس اللي بتسمع النهارده بيطلعوا ابداعات او بيعملوا اشغال يدويه بيديهم بيطلعوا بيها ابداعات جديده لقدام. احنا عندنا ايضا يمكن على الهامش ايضا المفروض معرض ابتكارات هيبقى موجود في خلال الاسابيع اللي جايه، لان احنا موجودين لغايه 31/8 على الارض. ولادنا كمان اللي قاعدين شغالين في الحته الخاصه حتى الحاجه الرياضيه، هم بيبعتوا رساله مهمه قوي ان القوى الناعمه قد ايه ممكن تكون مؤثره، وقد ايه كمان التعاون اللي بيتم ما بينهم. جميع المحافظات المفروض مشاركه عندنا، كل جامعه من كل محافظه، فبالتالي قد ايه بيحصل تعاون ما بينهم، بقى في شراكه. الولاد ما بيلعبوش بس عشان يتنافسوا، انما ده امبارح كانوا بيساعدوا بعض كمان. هو احنا في كرنفال فعلا زي ما هو مستني على ارض العالمين هنا. انا مش قادر اقول لحضرتك قد ايه انا فخور ان كل طالب في مصر جاي بيشوف هذا الانجاز الجميل. عندنا يمكن بما انكم كنتوا بتتكلموا عن مدينه تراثيه، عندنا ايضا زياره بكره ليها مع الولاد، والمفروض في عندهم كمان وزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه وفي وزارات كتير انا مش هعدد، ولكن الوزارات كلها عملت اللي احنا كان نفسنا فيه من زمان. الجابس او المسافات ما بين الوزارات كلها ما بقتش موجوده، كلهم لهدف واحد بس، هو ان مصر تقدم افضل ما فيها اللي هم الطلاب بتوعها او شبابها.
لا، والحقيقة الفايدة مشتركة للجميع، يعني هما بيضيفوا للمهرجان وبيدوا له طاقة، وكمان بيتعرفوا على بعض وبيتفاعلوا في مجال عملي يمكن مش بالقدر الكافي ان هما داخلين فيه، لانهم لسه ما زالوا طلب داخل الجامعات المختلفة. لكن فكرة الوفود اللي هتروح من طلاب الجامعات ومن المحافظات المختلفة هتكون آليتها ايه؟ وعلى المدى الزمني قد ايه؟ انا بشكرك الاول والله، لان الناس بعتها، لان ممكن الطلاب دلوقتي الاقبال كبير جدا. احنا بالفعل يا فندم نفذنا ده، الطلاب موجودين حاليا، احنا قاعدين معاهم بالمناسبه، احنا بنتكلم حديث من العالمين. الطلاب بالفعل بيجوا من كل الجامعات، كل جامعه من جامعاتنا المختلفه بتطلع الطلاب بتوعها، بياخدوا الطلاب على حاجتين، سواء طلاب لسه داخلين سنه اولى اللي بنكتشف فيهم مهارات القياده، نكتشف فيهم كده بنسخ لهذه المهاره، او طلاب اوريدي المشاركين في الانشطه المختلفه زي الطلاب المثاليين الموجودين على مستوى الجمهوريه، او الطلاب الاوائل على مستوى الجمهوريه. وبالتالي احنا واخدين من الجهتين كده وكده، كل جامعه بتبعت الوفد المشارك ليها، نستقبل احنا وفد الجامعه هنا في العالمين، احنا مقيمين كمان هنا مع الطلبه هنا بياخدوا كل الخدمات اللي هم يستحقوها، لان الطالب المصري يستحق ان ياخد كل اللي هو عايزه عشان يبدع. قد ايه لو طالب مش متخصص في مجاله سواء رياضي او فني او ثقافي او عايز يبدع، عنده ابداع ما، وانا لازم ان انا اطلع ده لوزاره التعليم عادي، فبالتالي قد ايه انا بوصل للهدف بتاعه. احنا عندنا مبدعين كتير جدا، مش بس في مجالاتهم ولكن ايضا في مجالات ثانيه. انا يعني وده يعني دعوه مني لحضراتكم، لازم تيجوا تشوفوا ده على ارض الواقع. مهما شرحت مش هقدر اقول ان ولادنا وهم قاعدين ومستمتعين وشغالين، احنا على فكره بنبتدي الشغل بتاعنا من الصبح، ولادنا صاحيين من الساعه 8 يمكن النهارده، يعملوا حاجات كتيره قوي، شغلهم الساعه 11 بالليل ما يبقوش عايزين يناموا. جميل، يعني ده معسكر. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير قوي الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.